الحلقة اللي فاتت اتكلمنا على الراسبري باي وايه هي اهم مميزاته، والنهاردة اول حلقة في شرح الراسبري باي. النهاردة هنشرح ازاي نقدر نعمل سيت اب للاوبريتنج سيستم او تثبيت لنظام التشغيل. اللي فيكم ما شافش الحلقة اللي فاتت هسيب لكم اللينك بتاعها في الديسكريبشن، وما تنسوش تشتركوا في القناة عشان توصل لكم فيديوهاتنا الجديدة، واللي متابعنا خليكم معانا علشان هنقول كلام مهم. اهلا بيكم في سمارت تك بالعربي. اول راسبري باي اشتريتها كانت راسبري باي 3 في 2017، ولما دخلت على الراسبري باي دوت اورج علشان اعمل سيت اب للاوبريتنج سيستم بتاعها، لقيت ان في نوعين من الاوبريتنج سيستمز، واحد بالكوماند لاين واحد بديسكتوب وايكونز شبه الويندوز او الماك. طبعا طبيعي قلقت من الكوماند لاين وعملت داونلود للاوبريتنج سيستم اللي بيشتغل بالديسكتوب. بعد شهور من استخدامي للراسبري باي لقيت ان الموضوع الديسكتوب ده بالنسبه لي ملوش لازمه، لان انا كنت مشغل الكمبيوتر ده كسيرفر ومش موصل له شاشه اصلا، وفي نفس الوقت الديسكتوب بيسحب من الريسورسز بتاعه الجهاز سواء رامات او سواء بروسيسور. فلما خدت خبره اكتر مسحت كل حاجه وبدات من الاول تاني. النهارده هنشرح ازاي نعمل سيت اب للاوبريتنج سيستم الرسمي او تثبيت لنظام التشغيل الرسمي اللي هو اسمه راسبري باي او اس، من غير ماوس وكيبورد وشاشه، والطريقه دي بيسموها هيدلس سيت اب. طب ازاي الكلام ده ممكن يتحقق؟ ببساطه كل اللي بنعمله ان احنا بنوصل الراسبري باي بالشبكه الداخليه بتاعت البيت عن طريق كابل ايثرنت، وبعمل لها ريموت اكسس او اتصال عن بعد من خلال كمبيوتر تاني، وبالتالي اقدر استخدمها من خلال الكمبيوتر ده من غير ما اوصلها هي شخصيا لا بكيبورد ولا بماوس ولا بشاشه. عشان اقدر اعمل السيت اب ده بالطريقه دي هنقسم الحلقه ثلاث مراحل او ثلاث خطوات. اول خطوه هي تجهيز الاس دي كارد، واحنا اتفقنا ان الاس دي كارد بيقوم بمقام الهارد ديسك في الراسبري باي. تاني خطوه هي معرفه اللوكال اي بي ادرس او عنوان الاي بي بتاع الراسبري باي. ثالث خطوه والاخيره هي التشغيل الاول للراسبري باي وتحقيق اتصال عن بعد او ريموت اكسس من خلال كمبيوتر تاني. تعالوا بقى نشوف ازاي هنجهز المايكرو اس دي كارد بتاعنا. اول حاجه هحط المايكرو اس دي كارد في الادابتور بتاعه عشان يتحول الى اس دي كارد عادي، ووصله بالكارد ريدر في الكمبيوتر بتاعي. بعد ما وصلته بالكارد ريدر هروح على الويب سايت بتاع راسبري باي دوت اورج. في راسبري باي دوت اورج هروح على السكشن بتاع سوفت وير وهدوس على اور سوفت وير، هيدخلك على الجزء ده، وهنا هخش على برنامج اسمه راسبري باي ايميجر. فايده الراسبري باي ايميجر ان هو بياخد الاس دي كارد يعمل له فورمات ويحط عليه الاوبريتنج سيستم ويجهزه للتشغيل. في منه نسخه للماك وفي منه نسخه للويندوز، انا في حالتي هعمل داونلود لنسخه الماك. بعد كده هعمل له سيت اب واشغله. هدوس على الراسبري باي ايميجر، هيقول لي تشوز او اس. مش هختار اول واحده دي لان هنا هيبقى عايز داونلود الراسبري باي مع الديسكتوب، وده مش اللي احنا عايزينه. هنروح على تاني اوبشن اللي هو راسبري باي او اس اذر، هناخد راسبري باي او اس لايت 32 بت، هو ده هندوس عليه. وبعد كده يقول لي تشوز ستورج، هنختار هنا الاس دي كارد بتاعنا وندوس رايت يس. هو كده هيعمل فورمات للاس دي كارد ويعمل داونلود للاوبريتنج سيستم ويحط الاوبريتنج سيستم على الاس دي كارد، ولما يخلص هيقول لي ان كل حاجه جاهزه. كده خلاص خلص. You can remove now the SD card from the reader. Continue. هنا بقى في تريك عايزك تعملها، عايزين نشيل الاس دي كارد من الكمبيوتر وبعد كده نحطه تاني في الكارد ريدر. هيظهر تاني ومكتوب عليه كلمه بوت، هنعمل دبل كليك عليه نفتحه، وهناخد ملف هسيبه لكم في الديسكريبشن اسمه SSH، هناخده دراج ودروب ونحطه على الاس دي كارد ونقفل ونعمل ايجكت ونشيل الاس دي كارد من الكمبيوتر. وبكده يبقى الاس دي كارد خلاص جهز، هشيله من الكمبيوتر واحطه في السلوت بتاعته في الراسبري باي، ووصل الراسبري باي بكابل الايثرنت وبكابل الباور واشغل الكهرباء واسيبه يشتغل مع نفسه لمدة نص ساعة. الفترة دي بقى هستغلها ان انا اخش على الراوتر بتاعي واعرف اللوكال اي بي ادرس بتاع الراسبري باي.
كل واحد فينا عنده راوتر مختلف، وبالتالي التعامل مع الراوتر هيبقى مختلف. لكن في طريقه اعتقد تبقى كومن ما بيننا كلنا وممكن تمشي مع اي حد. احنا كده كده وصلنا الراسبري باي بايثرنت كيبل مع الراوتر، صح؟ فاحنا هنشيل كل الاجهزه اللي متوصله بايثرنت كيبل ما عدا الراسبري باي، ونعمل ريستارت للراوتر. وبعد ما نعمل ريستارت نخش على السيتنجز، هنبص على الاجهزه اللي متوصله بالراوتر من خلال ايثرنت كيبل، هنلاقي جهاز واحد بس اللي هو هيبقى الراسبري باي، ومن هنا اقدر اعرف الاي بي ادرس بتاعه عامل ازاي. قبل ما نعمل اي حاجه تانية، في اوبشنز في الراوتر انك تثبت الاي بي ادرس ده مع الماك ادرس بتاع الجهاز ده، بحيث انك لو انت عملت ريستارت للراوتر او عملت ريستارت للراسبري باي، الاي بي ادرس بتاعته ما تغيرش وما تلخبطلكش شغلك في المستقبل. تعالوا نشوف انا عملت ايه في الراوتر بتاعي. انا هنا حطيت الاي بي ادرس بتاع الراوتر بتاعي في الويب براوزر، وفتحت الانترفيس بتاعته. اول حاجه هروح هشوف الاتاتشد ديفايسز، ده هيديني لسته بالحاجات اللي اتاتشد للراوتر سواء بالواي فاي او سواء بالايثرنت كيبل. انا عارف الاجهزه اللي موجوده عندي، فنزلت واخر حاجه لقيتها ده جهاز جديد ما كانش موجود عندي قبل كده، وباين هو هنا ان هو متوصل بالكابل ومديله اي بي ادرس 10.0.0.23، وحتى هو هنا سمهولي راسبري باي. فخلاص هو ده كده الاي بي ادرس بتاع الراسبري باي بتاعي. المشكله هنا ان انا لو عملت ريستارت للراوتر الاي بي ادرس ده هيتغير، فانا عايز اثبت الاي بي ادرس بتاعي مع الماك، الاي بي ادرس بتاع الراسبري باي مع الماك ادرس بتاع الراسبري باي، بحيث لو عملت ريستارت مفيش حاجه تتغير. فهروح على ادفانسد وبعدين سيت اب لان سيت اب، لان الاختصار لوكال اريا نتورك، واعمل اد، وهشوف بيديني هنا لسته بالاجهزه، هسميه على اساس الكيسه بتاعته كانت الومنيوم، فهسميه سيلفر ار بي 4. اوكي، وادوس اد. هنا حطهولي على الليسته اللي هو هيثبت الاي بي ادرس بتاعه بس. خلاص يبقى كده خلاص الراسبري باي بتاعتي انا عرفت الاي بي ادرس بتاعها وثبته كمان علشان ما تلخبطش في المستقبل. بعد ما سيبنا الراسبري باي شغال مع نفسه نص ساعه ساعه الا ربع وخلاص عرفنا الاي بي ادرس بتاع الراسبري باي، تعالوا بقى نشوف ازاي نحقق ريموت اكسس او اتصال عن بعد مع الراسبري باي. بالنسبه للناس اللي بتشتغل بالويندوز، هنعمل داونلود لبرنامج اسمه باتي PUTTY، هسيب لكم اللينك بتاعه في الديسكربشن. وبالنسبه للناس اللي شغاله بالماك مش محتاجه تعمل حاجه، في برنامج بيلت ان اسمه تيرمينال هنروح نفتحه. الاثنين كده كده هيبقوا زي بعض، اي برنامج فيهم هيشتغل، المهم ان البرنامج يفتح لي كوماند لاين. في حالتي انا بشتغل بالماك فهشتغل ببرنامج التيرمينال، لكن لو عندك كمبيوتر ويندوز واشتغلت ببرنامج الباتي هي نفس الخطوات، مش هتفرق حاجه. هروح افتح برنامج التيرمينال بتاعي. الناس اللي بتستخدم ويندوز هتفتح باتي بس مفيش فرق. لما يفتح لي التيرمينال او الكوماند لاين هكتب ssh باي ات، واكتب الاي بي ادرس بتاعت الراسبري باي بتاعتي، في حالتي انا 10.0.0.23، والباسورد الديفولت بتاعت اي جهاز جديد اسمها راسبري. لو عايز اغير بقى اي كونفيجريشن في الراسبري باي الجديده واعمل فيها شويه تغييرات، ممكن هكتب sudo raspi شرطه config configure system settings الباسورد change password for the pi user you will now be asked to enter new password. هنا ندخل الباسورد الجديده، password change successfully، شكرا. لو انت عايز تغير اسم الكمبيوتر ده على النتورك، مكتوب راسبري باي انا هسميها سيلفر ار بي 4، فينش، ريبوت، اي يعمل لها ريستارت. اديها كده ثواني وتكتب اس اس اتش باي ات نفس الاي بي ادرس، افتح لك الباسورد، هنكتب الباسورد الجديده، اشتغلت كده زي الفل. وخد بالك ان هو غير الاسم بقى اسمها سيلفر ار بي 4. وبكده يبقى الكمبيوتر راسبري باي بتاعنا خلاص جهز،
واتعمل له سيت اب للاوبريتنج سيستم بتاعه، وجاهز ان هو يتعمل له سيت اب للابلكيشنز اللي احنا عايزين نستخدمها في السمارت هوم بتاعنا. لو في اي اسئله سيبوها لي في الكومنتات وان شاء الله هجاوبكم عليها. ولو الحلقه عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وشير، واشوفكم في الحلقه الجايه ان شاء الله. شكرا.